بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أن هذه سيليزي أو 301، يعني موتور 3 سلندر. باش نوريكم البلف التبخير وين، اللي هو الرينفلر. البلف التبخير اللي هو هذا، شفتوه هذا منين جاي؟ هذا جاي ماشي حتى بلف التبخير موجود في الغطاء، في الغطاء هذا نتاع نتاع الكاش سوباب، وجاي حتى لهنا اللي هو جايب الهواء. هذاك بلف التبخير نتاع السيليزي ونتاع 301. هذايا بلف التبخير، هذايا قلنا بلف التبخير اللي هو نتاع 301 او السيليزي، اللي هو 3 سلندر، موجود في 208، وموجود في يعني في عده سيارات. المحرك هذايا موجود في عده سيارات نتاع هذايا 3 سلندر، اللي هو فيه 3 بوبينات من هنا. هذايا ديريت اللي ماشي الهواء نتاع السيرفو، هذا اللي يجيب الهواء نتاع السيرفو، ماشي الهواء نتاع السيرفو. هذايا هنا الحساس نتاع الاكسجين نتاع الهواء. هذايا من هنا الفراشه، الكور بابيون، هذه الفراشه. عندنا هنا هذه الكاتاليزر، وعندنا الحساس نتاع المدخنه، عندنا مقياس الزيت هذه، عندنا هنا هذه الحساس نتاع الزيت، عندنا هذا الدينامو من هنا، هذه عندنا دخول وخروج البنزين من هنا، هذوما يعني صورتي. هذا كولكتير، طبعا كله كولكتير نتاع، هذا الفلتر نتاع الهواء، هذا كله فلتر نتاع الهواء. هذا كل الحاجات اللي موجوده فيه المحرك هذايا نتاع 301 او السيليزي. عندنا بلف التبخير مثلا في الموتور هذايا نتاع الفولكس، اللي هو نتاع الترانسبورتر هذيك، والا الفولفو. هذه الفولفو موجود فيها المحرك هذايا، بلف التبخير هذا كيف يجي لفوق هنا في جنب المصب نتاع الزيت في المحرك هذا، اللي هو 5 سلندر. هذايا محرك 5 سلندر موجود في سيارة الفولفو، موجود في سيارة الفولكسفاجن 5 سلندر، موجود في عدة انواع، في يعني في الفولكسفاجن وفي الفولف. هذا بلف التبخير نتاعو في جنب مصب الزيت، شفتوه ديما الفولكسفاجن تلقاه بلف التبخير او الرينفلير محطوط لفوق. هذا موتور الشري، وهذا يعني 3 سلندر، موجود بلف التبخير عندها 2، عندها واحد من الجنب وعندها واحد من فوق، شفتوهم زوز خراطيم هذوما هما بلف التبخير، واحد من هنا واحد من هنا، هذوما 2 سموهم بلف التبخير او رينفلير، اللي هو واضح في الصورة هذه. شفتوا هنا عندها زوز ديريتات، زوز تيبات، يعني زوز مخارج نتاع بلف التبخير، يعني دي سورتي رين فلير. واضح المكان هنا تشوفوا فيه، واضح اللي هو هذا، هذا واحد كبير وهذا واحد جويل. زوز هذوما يسموهم بلف التبخير او رين فلير.